انا هعمل ورد ده مربى. يا مربى؟ امال ايه زي مربى مربى مثلا الفراوله، مربى التين الشوكي؟ ما فيش مربى التين شوكي، اعصره شوك يعني. مربى ورد بيبيعوها في الفرطمانات. فرطمانات؟ بيبيعوا مربى يعني، انت عايز تستغله وخلاص. ما ده المفروض يتشم يا عم. ليه وانا مدمن ياض؟ ايه اللي مدمن يا عم؟ حرام عليك تعمله مربى. لا يا بالعكس يا ياض، يتعمل مربى وبيع هنا للزباين. اعمله مربى الورد. هو ضاع كده كده، اعمله اعمله. بس عايز ايه عشان يبقى مربى ده؟ عايز ايه المسكين؟ اطحنه وارمي عليه سكر بقى مربى ورد. ارمي عليه ايه؟ فهمتك، هجيب كيس سكر يا عم. ليه يا كيس سكر يا؟ امال ايه؟ هنعمل ايه بالكيس كله؟ انت تجيب سكر صوابع. سكر صوابع؟ اه. ده بطاطس ده ولا ايه؟ لا يا إيه، ما في بتبقى اكياس سكر كده صغيره، اكياس ورق كده فيها شويه سكر، دول بيبقوا 20 جرام. الاكياس الطويله بقى المطوله الصوابع دي بتبقى 35 جرام، يعني كل 10 اكياس من دول 350 جرام. فيثاغورس البخل والله. ما شاء الله ما شاء الله، انت هاوي البخل يعني، حبه مش كده. امال ايه؟ مش الظروف جبراك الصوابع دي يا ده وسكر ايه؟ بيبقى خشن كده ويعيش يعيش في الكوبايه يعني، ما يدوبش كله. عشان ممكن تشرب فوقيه كوبايه ثانيه. الله اكبر. ماشي، ابقى اجيب لك. عند عمك بيبقى عنده اللي هي سكر الصوابع ده. عند عمي اسرق يعني من عند عمي سكر؟ انا هطلب منك تسرق من اخويا يا اهبل؟ بصراحه لا يعني، بس ازاي اجيب من عند عمي؟ ما هو ياد عند عمك في ناس بيجوا يشربوا مشروبات ساخنه. يقول لك مثلا عايز واحد كربانشينو. لا ما حدش بيقول الحاجه دي. اللي بيقول كده ده بياخدوه على العباسيه، مفيش حاجه اسمها كربانشينو. ده ايه كربانشينو؟ كربانشينو هذا اللي عامل زي القهوه باللبن بس بيستهبل. ايوه فهمتك ماشي. ما تقولش اسمه، واحد طلب مشروب. وبيبقوا منزلين معاه ثلاث صوابع من السكر دول. هو بقى استغفر الله العظيم يبقى عامل دايت. واخد بالك؟ استغفر الله العظيم. فبيشربوا وما يستخدمش السكر ولا ياخده في جيبه وهو ماشي، يسيبه يرموه في الزباله. فانت بقى هات السكر ده وتعالى لي. انت عايز نسيب اللي ورايا واللي قدامي واقعد في لوكنده عمي لحد ما يجي واحد استغفر الله العظيم عامل دايت يطلب كرمانشينو ده وينزل السكر يقول له لا لا عامل دايت، فاخد انا السكر واجيلك صح؟ لا بس مش من واحد، من 10 تنفار. اجيلك وانا كبير يعني، اعيش انا عشان الم لك سكر صوابع. جدع يا من عينيا. وهبقى اديك حته من مربى الورد. حته يا ماشي يا عم. بس انت ايه اللي جابك دلوقتي يعني يا عم؟ ايه اللي يوقفك بنفسك؟ ايه اللي وقفني؟ ايه لوكنديتي؟ بس يعني مش انت اللي بتقف هنا يعني؟ في الريشيبسن يعني؟ في الايه؟ في الريشيبسن. شيبسن بالملح. ايوه. مش ما اصل الواد هدهد الليكعي بعته مشوار يا سيدي لغايه الشرقيه، بقاله ربع ساعه ما جاش لغايه دلوقتي. ربع ساعه وما جاش؟ لا لا ده احنا لازم نبلغ بقى. لا استنى عليه يومين. لا لا بقول لك ايه يا عمي، هقف انا مكانك يعني، ما يصحش برضه تقف مكاني. عشان تجي لي اخر اليوم وتقول لي عايز يوميه ان انا وقفت مكانك وهات جنيه وربع. جنيه وربع؟ مش هقول انا جنيه وربع، لا انا هقف كده لان يعني مالك هو مالي. ايه ما اقصدش والله. ايه مالك هو مالي ده؟ مش قصدي مش قصدي. مالي هو مالي. ايوه. مالك انت مالك يا. ايوه. زلك لسان بس. ما تزلش لسانك لحد يا ادو، وخليك حريص وانت بتتكلم معايا وخصوصا في الفلوس. حاضر يا عم. انا قصدي يعني مين اللي هياخد باله من مالك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه يا الملافظ دي؟ ايه الملافظ الساعة؟ حاضر. ايه لما تموت قريب؟ كلنا هنموت يعني، ما ابويا مات يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله ابوك ده يا ده منصف، كان اكتر اخ انا بحبه. الله يرحمه، ما كانش بيعز علي اي حاجه، يبقى معايا فلوس اروح اقول له هات اديني. وانت معاك ليه تروح تقول له هات؟ اخويا. يا اخو انت بتقف جنبه وانت بتقول له هات. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. والله زعلت عليه زعل يا ده، قعدت بتاع يومين عيط عليه. تحاسب العياط على اخوك؟ يومين قعدت تعيط؟ لا طبعا، بس انا استهلكت بقى مناديل ورق، كنت جايب كيس من بربع جنيه ده اللي بيتحط في الجيب. استهلكت نص كيس. نصه؟ وسايب النص لما اخوك اكرم يموت صح؟ لا استهلكت نص كيس وقعدت امسح بكم بعد كده بقى. يا توفر. يلا ما لازم تعيط، ما انت السبب في موته. انا السبب في موته؟ ازاي يا؟ ازاي مش الدكتور قال لك الحق اخوك بيضيع مننا وعايزين له كيس دم؟ لا ما عايز كيس دم لاخويا. ايه ده؟ الجمله مش كده، الجمله كيس دم لاخويا. لا ده عايز كيس ده. كيس ده. ايوه ايه يعني؟ ابوك الله يرحمه اساسا كان ارفع منك، لو شقته وعصرته. ايه هو انا ناسى؟ ايه اللي شقته وعصرته؟ ده اخوك اللي شقيته وعصرته. ما ينزلش كميه الدم دي، ده هما بيتاجروا. بيتاجروا. فده يحق لك تعمل اللي عملته. عملت ايه؟ عملت ايه؟ اخوك الجهاز شغال جوه تي تي تي، هيموت خلاص وانت بره. الدم انتهى، بتبيع كيس الدم بتاعك.
ياد ما اللي بيديهم ده ما بيدوا له كيسين عصير. كيسين عصير؟ اه قتلت اخوك عشان علبتين. كيسين علبتين عصير عندي جوه كمان ما شربتهمش؟ يعني قتلت اخوك خدت عصير ذكرى بس. ياد هو كان ده عمره، اصل ده عمره. أيوة ما تدخلش أيوة. ده اعمار، ده بيبقى قبل ما يتولد معروف عمره. ايوه سامسونج وانت معروف عمره. اه لا ان شاء الله لا، انت هتقتلني عشان مهلبيه اكيد عصير. يلا يا عمي يلا. ما الله ما عملت له عزا ولا عملت حاجه؟ ياد انا عملت له نعي في الجرنان الاهرام في صفحه 15 انت. صفحه الوفيات بتاعه العائلات. انت عم رمضان عملت نعي لاخوك في الجرنان؟ اه الله يرحمه. ازاي ده بيحاسبه بالكلمه؟ ما عشان كده. عشان كده ايه؟ عملت له نعي. كتبت فيه ايه؟ كتبت هي أيوة. وكنت عايز اكرم بقى ايه عمك التاني ده يشاركني في النعي عشان يكتب دنيا فتبقى ايه دنيا. رفض. لا ثواني بس. بخل. انا مواطن مصري تمام، نزلت اشتريت الاهرام وفتحت صفحه الوفيات 15 وبقى انتقل الى رحمه الله المهندس كذا، وانتقل الى رحمه الله الاستاذ كذا، وهي وانتقل الى يعني واحد يمسك يقول ده مات وده مات وهي وده مات. انت بتضحك الناس على اخوك بعد ما مات. الله يرحمه الله يرحمه. اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ اتنين ايه مش هتفرق. ايه اللي اتنين ايه؟ عمي لما اموت ما تكتبليش حاجه. لا طبعا هديك جرنان ابوك. ايوه ما هي ايه دي تمشي على اي حد. صح يقول لك عاش مضحكنا ومات مضحكنا. والله ايه يلا ايه. طيب انا اخش اشوف موضوع الورد ده بقى. اه خش. عايز حاجه؟ لا لا عايز سلامتك يا عمي. حاسب كارت وقع اهو. امسك يا عم. تعالى يا سيدي تعالى. حرام الورد. شاكرين يا سيدي على الورد. والله ما اقصد. ما تنساش السكر. ها؟ حاضر يا عم. حاضر. الورد اتعمل مربى. يا ليه؟ ايه العم ده؟ اكيد ولا عنده زباين ولا نيله ودفاتر فاضيه و... هيجيب زباين منين ده؟ تعالى هنا يا ولد يا منصف. تعالى تعالى تعالى. أنكل أكرم. ما قلت لك 100 مرة ما تقوليش أنكل دي. حاضر. فكرك عم. هتهرب مني بعد اللي عملته امبارح. إيه يا عم؟ أنت مش هتبطل يا ولد الحركات القذرة دي؟ إيه أنت شميت ولا إيه؟ بغض النظر عن الريحة أنا متعود عليها خلاص. أمال إيه؟ أديك الكلب بتاعي الكلب الراقي، أقول لك فسحه وشممه هوا وفرجه مناظر حلوة توديك كباريه؟ هو في مناظر حلوة أكتر من كده؟ والله ده كلب مرزق ونيته سليمة. دي بقى إن شاء الله. أول ما دخل لقى الأغنية اللي بيحبها شغالة. أغنية إيه دي؟ هوي هوي هو هوي هو. آه والله. خرب الدنيا راس هوي بهدل الدنيا. أنت بتسمع الكلب بتاعي أنا الأغاني الرقيقة دي القذرة دي؟ قول لنفسك.